صويب هذه الكره تلعب من الجهه اليمنى الانطلاقه واستثمار هذه العرضيه على المقاس فاتجه من فاتجه اللاعب الذي لم يضيع هذه الفرصه تسومو 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 لمسه وهي لمسه فنيه وهي فنيه وهدف وهي هدف هدف عالمي في اللحظات الاخيره ختام ومس كما يقال لو يحقق الوداد اللقب لو يحافظ على هذه النتيجه كما يقال ختام ومسك بلمسة تسومو الذي سجل هدف من ضربة ميقا سوايا لتشعل جنبات مدرجات الملعب الشرفي بمدينة